السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انتم عارفين ما بطل عليكم، ركزوا معي زين. فيصل يجي قاعد يبث ممتاز هو راجع ورمضان كريم. مين معاي؟ معاي هلا هلا بالشباب، هلا اخوان الطيبين، حرية البحر وعز الهمودي وسرطان البحر وشباب البوم. كانت الخطة ان احنا نسوي ميكس بس خرب الميكس حقنا. معنا الموضوع هذا الان، الموضوع كلات يا جماعة، تعرفون كيف نسوي؟ ابى اسوي دونيشن على اني منيرة. انا منيرة اليوم. لا مو سبب، وقف ركز ركز، كبرات. طيب يا عيال اسمعوني، ركزوا معي زين. إيه؟ اول شيء قبل اي حاجه، عز المشاهد، رمضان شهر الخير وعشره واخره، تحرمنا من دعمك باللايك والاشتراك. اخر مقطع ستريم سنايب طلع لكم كيف مشاهدات وتفاعله، ترى هذا كله عشانكم. قاعد اتصيد يا عيال، والله انا لي اسبوع اتصيد الفيصل، متفق مع ياسر ان اليوم هو اليوم المنتظر، ففرصتي الوحيده الان. تحرمنا من لايك والاشتراك، واذا انت جوعان حلك عندي. ما تعرف ايش السالفه، انا اقول لك ايش السالفه. فودو يا جماعه الخير منزل لكم وجبه جديده اسمها تشيكن ستريبس، توها نزلت لكم الان جديدة. وقدامكم الان قبل ان ندخل على ستريم السنايب، ابغى اطلب الطلب حقي اللي هو كود وستريبس بوكس ومكون من بوكس القرمشه مع 3 قطع دجاج ستريبس وخبز طري وبطاطا وكولا. فبطلب الان، وانت عزيزي المشاهد اذا جوعان بحط لكم الرابط حق تطبيق ممتاز، وترى على اي تطبيق برضو اخر تقدرون تطلبون الوجبه الجديده اللي هي كودو ستريبس بوكس. اركب المقطعنا بسم الله. طيب عدنا، ركزوا معي يا جماعه، ابى اسوي دونيشن لفيصل الان، ابى اقول له بعطيه تحدي عشان يتحمس تمام، وعشان يعرف الوضع طبيعي ونقدر نصيده. وش اسمي نفسي يا عيال؟ المغرمه المغرمه. يا المغرمه تمام. وبعطيك طيب ابى اقول له صول حبيبي الله يسعدك ويطول بعمرك يا ولدي كذا فصل حبيبي الله يسعدك ويخليك لنا. عاد هو يحب الفلوس، 15 دولار يا رب انه يرد بس ويقراها. خلها اربع قتلات تكفى بريد والله. المغرمه ليه تقرا؟ لا انا ما قريت يا اهبل يا متخلف. انت ما تفيد بلب تسمع عليك اللي اسمك ابراهيم، ايش افضحك المغرمه؟ اي طلع لي اسمي ابراهيم. اكمل اسمك ولا طلع لي ابراهيم؟ عادي عادي، باي باي ابراهيم. طلع لي باي باي ابراهيم. اوكي اوكي الحمد لله انه مو اسمي. هذا معرق، هذا معرق. اقول اسمك الثاني بعد بس يلا سماح. طلع لابراهيم محمد حساب ابراهيم. طلع مغرم ابراهيم، المغرمه بعد بعملها يا خاتي يا ابراهيم. اكتب له هذا حساب ولدي ابراهيم. بكتب له اكتب له اكتب له هذا حساب ابوي. انا اليوم سامحني. هذا حساب ابوي سامحني. صامل يعني ترى هذه اسوأ، يعني انت سارق حساب، انت سارق حساب ابوك، تغازلين الناس، تستحي على وجهك انت. يعني لو مجمع فلوس بينك وبين نفسك يمكن واحد يدعي لك بالهدايه. طيب الحين بس بسوي دونيشن. طيب غير الاسم يعني، اوكي الله يسعدك يا رب يحفظ لك ابوك، غير الاسم ان شاء الله. يعني بحسن الظن انك انت صغيره وكذا، بس غير الاسم. لا لو معليش، طيب بغير الاسم، بغير الاسم. الولهانه اي والله الولهانه غيرته ما له عذر كذا. اي صح الولهانه هذا جاي من الشات. جاي من البث. جاي من الشات تعب قلبي عطب بث مباشر. نعطي التحدي الحين. بعيد عن كل موضوع، ايش تبين انت؟ ايش تبين انت؟ طيب انت ايش تبي؟ وين ننزل فيه؟ اسوي التحدي الحين، بقول له كل ذبحه لك 50 دولار. حلوة ذي. وأول جيم لك مين؟ لازم أدق على ياسر، لازم أدق على ياسر الحين. كل ذبحة لك 50 دولار، ولكن سكواد هو والله الولهانة طلع عنده فلوس. الله يسعدك. طيب كيف نثبت أن الولهانة يعني عندها مع عند جدتي؟ 50 دولار. طيب اسمعي، لأن صارت مشاكل أول ودخلنا بسوالف ما طلعنا منها يا الولهانة. سووا في ناس سووا تحديات 1000 و2000، بعدين بعد يومين كلمتنا أمهم أن هذا ولد البنت، فهمت؟ فسوي زي كذا. شوف نفسك الحين أنك إبراهيم أبوها، قل أنا أبوها وهذا التحدي. يلا 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 يلا. بالضبط. إبراهيم محمد أنا أبوها، ما عليك. طلع أبوها يلعب دو مع بنته. يلا يا عيال، يلا يا عيال، شكله بيوافق. خليني ادق على ياسر.
سوي ميوت تكفى يا سوي ميوت سوي ميوت ميوت البث اي بس ادري فيصلني قاعد اكلمك الحين طيب ركز معي اللحظه المنتظره يا ياسر تكفى الان كل اللي احتاجه منك تضبطنا قدر المستطاع الان في اللحظه اللي فيصل فيها يغطي الشاشه انت بتكون تواصل معنا واتساب ممتاز بس في ابغاك انت اللي تحط ريدي تمام ركز معي ياسر النسبه اللي وعدتك فيها بتجيك بس عندي نقطه واحده مهمه طيب ابيك تروح مكان بعيد صد نزل مكان بعيد وعرق معه خل قول الجيم هذا الجيم هذا موت كذا على طول ما ابغى يحصل الجيم اللي بعده اسمع لا تذبحنا طيب ساعده وابعد يلا 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 بسم الله قلت له قفل الشاشه خوفك يدخل دوم هو الحين قاعد يلعب بنا ولا بدون يلا ثواني وجهي ها وصل يا جماعه الخير نسوي انبوكسنج سريع الان مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو البوكس العملاق البوكس العملاق خلنا اوريكم بسم الله الرحمن الرحيم بالله يقولوا ما شاء الله يجي معاها الخبز زي ما انتم شايفين والصوصات والبطاطس والتشيكن ستريبس يا جماعة الصوص مو طبيعي صدق الرابط تحت يا اخوان ها بسم الله 1 2 3 ريدي بسم الله يا اخوان يا حبايب قلبي لا تنسون كود ايتم شوب حتى وان داخل فورتنايت لو ما حتى ما تشتري شوف تحت على اليمين موجود هذا هو قدام عينك حطه بس متى ما دخلت تذكرني فقط يا عيال هي ون شوت لازم على طول نبي احمد وش تبي تبي تفنش تبي نطق لا لا نبي نطيح عنك وبنشيل نرميه يا عيال ها تكد تكدوا معنا اصبروا ايوه معنا 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 ليتس جو هذا ياسر لا احد يوقف جنبه يا عيال اغسلوا طبيعيين وين ياسر وين هذا هو بيسترجع قدامي بيسترجع قدامي ارقصوا 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 طلعوا اعطوا ظهركم ارقصوا اعطوا ظهركم ارقصوا عيال اصبروا انا بقول لكم بينزلون هنا يا عيال اوكي حلو اصبروا جهزوا اي بننزل جنبهم مو عندهم على طول جنبهم ها يا خلونا حق البيت كلنا يا عيال عشان بروح اقصى البيت اللي ورا لا عكس الجهه هنا اي عكسي فيصل ها وين كنت انزل اوكي مدينتنا هذيك اللي فزنا فيها بالبطوله اوه لما تعدتهم انا يلا ضبط يلا توفيق رجال يا ربي يلا يا عيال مع بعض يا عيال مع بعض ياسر نبغاه لا تنسون ياسر معنا ايه نازلين متاخرين ها لا معليك ياسر قايل وينهم اي والله في ناس ها ابغى نذبح الباقيين اي لازم نذبحهم كلهم يا عيال خلنا مع بعض لازم نذبح المتسللين هذا بس رجع عندي انا بنزل البيت ها يلا في 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 ناس عندنا ها اوكي ما لا احنا مع بعض معي سير بعيال تبون بروح المحطة معي ميني زلم انا معي ميني زلم سمع موارد ياسر نزلوا معنا يا الله يا عندي تكتيكال ذبحت واحد عندي يا عمري يا شيخ احد عنده احد شيء انا لوتي ممتاز كلهم معنا عندك احد لا بسرعة بلوت هنا وانت لوت عندك عندي واحد عندي واحد راح تعال بسرعة قرب يلا سري معي منيز ارمي المنيز اشربوا عطني حبه هالمخت ولا ما اسمعوا يا بنطرح اول شيء من بعيد ثم نبدا نلقط فيه تمام هنا ياسر في البيت هذا اترك الناس ما نبغى بس يطعم تعال حلو معي كلكم معي اخضر تعالوا يلا تعالوا معي عند المحطه هنا ادخل داخله كلكم سريع ادخل داخله يا رب هذه بدل اسهل الحديدة طولت يا عيال مثل قفل الجيم قاعد العب لحالي يا استاذ بدون احد وراح نص القتلات هو ما في محاولات صح؟ فانا اقول نطلع ونجيب لنا في شيلد خذها فيصل وين؟ بق يلا جاهزين اصبر هذا قاعد يلوت ايوه 1 2 3 وش الطوط؟ طيب جاوبني بالله وش الطوط؟ خلو الو
اسمعوا اترك كل التحديات اللي جتني اوكي والله العظيم على 10,000 دولار ان هذا وجروب السلنتع اللي معه يا اسس اتركني ياسر اتركني 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 ياسر اركب اركب يدي علقت يدي علقت يدي علقت بس 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 خلو 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 يصحي خلو يصحي خلو يصحي خلو يصحي اتركني والله انك تبشر والله انك تبشر غير نشيل الكيسر قلت انا اوكي قم 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 دقيقة والله الله اكبر عليك ايه الحلاوة دي ايه الحلاوة دي دقيقة دقيقة أمون قاس ما بلعب بموت بعد 5 ثواني ما توقعت بيوم بالأيام إن ياسر يقدر فيني بس في متكل تعال 1 2 3 راح أموت ابعد شوي وينه وينه فيصل جو جو امشي 1 2 3 ادرون شوف فيصل ادخل فيصل التفت يمين شوفه فيصل فيصل ادخل بيت مدك يا كلب اسمع اسمع والله يا ابو جاس والله احمد قاعد تسمعني قاعد تشوف البث شوينج اكس بوينج طب عليه مع بعض عيال طب عليه مع بعض طب 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 اعطيه بالسايبر لا لا امشي طب عليه طب عليه واحد فيصل شيل بيخلص والله الخسيس ده ياسر انه صار عميل فيصل خلص صار عميل صار عميل للفله حقت باور 2 3 طب 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 خلو خلو فيصل اصبر تعال حق تعال تعال دقيقة انا اقولك باي واحد شوك دقيقة دقيقة مو ابو بكس ولا هذا هذول كلهم هذا ابو بكس هذا شوك اركب 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 خطفته 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 لا تدفع 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 تحدي على 10,000 بالشات اذا مو شونك لك 10,000 دولار اوكي وتحدي ثاني يا بريف ان الكلب ياسر لما تغير اسلوبه وفيصل تعال شيل حط الريال بالشارع عباله فاره يسحبني ما حطيته فيصل طيب بسم الله بسم الله تحدي وينك وينك كلتبن كلتبن يا خسيس تبيعني لا خلو خلو ياسر يستحي بيموت بيموت خلو ياسر يستحي هرب هرب ياسر ياسر هنا هرب 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 خلني اختفي خلني اختفي الوهله طلع طلع يلا طلع طلع يلف 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 خلفت عمد خلفت عمد خلفت عمد خلفت عمد فيصل تركتني عندهم فيصل المشكله معطيك كل اسرار حياتي ما اقدر اقلب بالي ما اقدر ازعل فهمتي اذا زعلت فضحتني والله 10,000 ريال مو دولار تكفى يمكن لعلها تهج شوي بسم الله الرحمن يروح الريبلاي لا معليه ما بيطرح ما بيطرح ما بيطرح انا يوتيوبر عندي ياسر عندي ياسر عندي ياسر عليك خله 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 كيف قاعد يتعذب عارف ان الحين قبل لا يسوي الحلقه يومين هو يتواش كيف يسوي الحلقه لا سمبوسه لا سمبوسه راح احذبحني يا عيال ابني التبن والله يا ياسر انا اتوقع اني انا اخونك يعني طرحنا تتوقعون انا يا فيصل طرحك لحظه لحظه مني يا عيال شلون قاعد تسمعني انا عارف قاعد تسمعني قبل امس دق علي مودي وبحط لك اياها بالمقطع اذا تبي انا عندك شيء لك بضبطك المحتوى لا 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 تسب لا تسب ترى في بيت ادري 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 اسمع ها يلا بلعب لاني ترى بعد شوي والله مشغول بكون خلنا نلعب انا طيب انا ما ابغاك الان ولا ابغاك بعد شوي لا عادي عادي والله عادي ايش بتسوي الحين في البث دقيقه دقيقه انا ما ابغاك الان ولا ابغاك بعد شوي والله اللي معك ادري والله انت ايش بتسوي في البث بلعب فورتنايت يلا والله اني بشغل اللعبه يلا تعال قسما بالله العلي العظيم اضغط ردي يوم انك طيب انت ليه تاخرت بالردي قبل شوي تاخرت بالردي ايه قول والله ما متفق مع سليم سنايبر قسم بالله ماني متفق يمين بالله يا 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 شنق اثنين والله ما اتفقت والله ما حد جطر شنق دق علي شنق قبل مودي قبل امس قال فيصل جايك بلعب معك امس لما يتاخر على الريدي توقعت ان شون كان يصور قبل امس حلقه بس ما ضبطت معاه او مودي جاب عيد فيه حظه سيء على كيف امك يا ياسر اللي انا ما اشك فيه والله قلبك امونج اس الان مو داتا مودي اليوتيوبرز عيال اسماءكم كلكم متغيره صح؟ اجحدوا اجحدوا جحده الجحده الكبرى الان بسم الله انك بنك يا صبر صبر بيت البحر سرطان البحر شباب البول والله عليك الحرام ان هذه يا جماعه شباب المؤذن مريم كشميري عباس برفرناس ويضحك الكلب بيضحك زكي طرتني شيلي والله لا اتصل عليك بدق علي بدق علي بدق علي اتصل العنزي صوت عيل صوت مره لحد يضحك سلام عليكم الو
الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. نايم انت؟ في شيء خرجتني يا ولد. احمد الساعه 12 وربع صلاه قيام قوم. ايه بقيل عشان الدنيا الحق اصلي. صلاه قيام قوم بدل لا تلعب فورتنايت تسوي ستريم سنايبر على الناس بطل. موجود المويه تفضل. وشو فيصل ايش بغيت؟ احمد والله لا دخلك الاسلام. قول اقسمه. وشو؟ قول اقسمه. فيصل بنام انا ها؟ تعال تعال قول اقسمه. وش اقسمه؟ انك منت في البث حاليا او ستريم سنايبر. فيصل تقول طقطق انا بكمل نومه. اسمع اسمع تعال تعال اسمع اسمع ترى تعدي على 10000 ريال توهق. لا اله الا الله فيصل ارحم امك ترى والله خلقه مصدع. يلا يلا ردي فيصل. هذا يا شباب والله انه يستخف قاعد يحاول يسوي فيديو مقلب ثاني عرفت انه صادني ابي مقلب مره ثانيه فهمتوا. احمد اسمع جيب عندي لك محتوى يجيب لك 10 مليون مشاهده. وش قاعد يضحك صح؟ وش احمد عندي لك محتوى اذا اعترفت يجيب 10 مليون مشاهده. 10 مليون مشاهدة؟ قف بدأ يقتنع ترى. اسمع أنا لازم ألحق علي الصلاة. يلا تبي شيء؟ اسمع 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 أحمد عندي لك سلسلة لو تسويها تصدقني السلسلة كلها 10,000 مشاهد. 10 كم هو كم دي؟ 10 مليون مشاهدة. وش فيصل؟ إذا قلت لك السلسلة تقتنع يعني؟ ماني توي أصحصح وش يقول لي؟ في عندي لك ماب السمبوسة نحطه بخلاط وانا انا احط سياره جوا ما بالسمبوسة. ليش داق علي فيصل؟ اسمع والله احط لك سياره جوا ما بالسمبوسة. لا 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 ارفع شوي العيار. لا 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 ما قنعتني فيصل. بغيت شيء ولا كمل نومتي؟ دقيقه شلون يعترف ذا؟ انا عرفت احمد نطلع هذا السطر. اذا كنت تحب الله ورسوله تعترف. الله انا احب ربي واعترف بوشو. اعترف ان انت الحين قاعد تسوي سنايبر علي محتوى على راسي. فيصل والله مو طبيعي الاستقعاد. مو طبيعي ترى ما يبى منقص يا ولد. شلون خلص المحتوى شوي داخل ريبلاي. والله مو طبيعي يا فيصل مو طبيعي. عطني جيم جيمين ابن الحلال. من اول حتى تلفك من نص الجيم خلني اصل المحتوى فيه شوي ابن الحلال. والله كثير ورب الكعبه فيصل. والله اسمع احمد العلا شوي هدد. ما قصدي احرق عليك بسبيس تحدي على 10,000 ريال. انا اللي مسويه انا اللي مسوي التحدي وكل شيء يا اخي. يعني بتجيك 10,000 يعني؟ فيصل اسمع فيصل. لا والله ما يصير اسوي نفسك بسوي كت في اليوتيوب وسوي نفسك ما ادري وبكمل. يلا والله لا اكتب اول كومنت. طيب ايش الحل الحين؟ يعني شلون اقدر مقطع جيم؟ والله تعال باللوبي والله عندي لك فكره بتشكرني عليها وتقول كلمه. الله يقطع ام القار. يلا جاي. والله يا احمد جاي لك مقطع والله اسطوري. يا فيصل يا اخي ليه يا احمد 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 انت حمار حاط سكن عماره الناس تدري ان هذا انت. يا اخي انا احط اي شيء خرابيط يا اخي على الاقل قدر الاسماء يا اخي. مو باي شيء كل شيء انت حاطه. طيب وش اللي خلاك تشك مره؟ ليش شكيت؟ والله ابد كنت ماشي فجاه اربعه طلعوا لي من حفره كل الناس حقت مقطع يوتيوب. طيب هذه غلط. لانك شكيت. ياسر والله ما قصرت ترى. ياسر اللي علمنا. ياسر اللي ضغط ضبطنا. اوكي ياسر انا ما راح اتهاوش قدام مقطع احمد وزي كذا بعدين. والله لا اربي بمقطع كامل سول سكواد ستريم سنايبر مو ستريم بالحياه مو باللعبه. اسمعني انت يوتيوبر وانا يوتيوبر واحنا نبغى نمتع الناس. اللي صار قبل شوي انت قتلت المتعه من اول جيم تدخل الريبلاي. ليه؟ العب جيم ثاني يمكننا بالغلط يا اخي يمكننا سلق. الان المفروض تعوضني وتعوض شهد المشاهدين. اتمنى منك تعطينا حاجه الان اعوض فيها المقطع. تبغاني انزل جيم واحد هذا بيجي 8 دقائق. تعبني كرجات تكفى لعبني كرجات. لا لا فيصل لعبني كرجات. تعمل طلباتك اوحد. فيصل لعبني كرجات والله بحق. المفروض تلعبني بحساب الثاني. لو سمحت فيصل الان تلعبني كرجات جيم واحد. طيب اسمع تبي الكرجات؟ اي ابي لعبه واحد تلعبني جيم كرج. بس في مشكله. ايش؟ هذا بلعب معك انا بس بعزمك على الحلقه عندي. اي عادي نلعب تسوي تيزر الحين واحد. انت واختار الكرج اللي تقول لي عنه ما بطمع اللي كرج اللي تبي تلعب كرج واحد. كرج واحد اي بس واحد. قدام. يلا. تتحمل ايش؟ هي ترى الكرجات عباره عن جواز وعقابات. تم ما عندي مشكله والله اسوي لك عقاب. اوكي اعطني ليدر ياسر. كراج واحد. شرفتني يا ابو شايع. يا سلام بالكراجات البسيطه جدا. ايه طالع لي. طالع فيك. قول والله إن هو فيها كراجات فيها عقابات وفيها جوائز. طيب قول والله يطلع لك عقاب تسويه. والله اسوي فيصل تعرفني انا ما عندي. تفضل يا اختار. اختار. لا اله الا الله يا فيصل والله انها تشهي مره يا ولد.
متعة وانت تلعب صح؟ اي يا اخي مرة حلوة، يعني يا اما بيطلع لي هدية يا اما بيطلع لي عقاب صح؟ ايوه انطلع لي هدية فيه للمتابعين. طيب يعني هل الاسماء يعني كراج تكفى الله يخليك، احس هذا والله احس فيصل هذا. انا اسمع انا جبت يوتيوبر. طيب انا ترى ما شفت ولا شيء والله. اي انا جبت يوتيوبرز وغديتهم حلقة، يعني لو بساعدك ايه ركز على اسماء اليوتيوب. ايوه نظام انك باور تاخذه. كراج من زمان عنك، كراج ذمود يحسه طيب. لا في خلع في خلع. كراج بطتنا بطت بطتكم، ما حسيت تعطيني لغزي سويتها اخذ جائزة. كراج بابا غنوج احبه، بابا غنوج بابا غنوج. يلا سم بسم الله توكل على الله. بسم الله. شبيك لبيك، اطلب اي طلب للشخص الثاني اللي معاك ولازم يسويه. يعني اطلب من يعني الغبنة اطلب من مين؟ الدرجات السيئة هو طلع لأفضل كراج في ذمتك. الله يقطع ام الغبنة. اطلب منك اي طلب تطلبني اسوي. كذاب. الله يقطع ام الغبنة. بالله عليك فيصل انقهرت. صادق والله؟ اي والله. يا سلام الحمد لله. اوكي اوكي طيب انا ابغى طلب اضبط في المتابعين صح؟ طيب اي طلب ها وانت تسوي التحديات هنا على البت الموبايل. ايه ابي بلاي ستيشن 5 واكس بوكس وعشر بطايق ستور ونظارة شمسية بس 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 هذه بس هذه لا بس هذه وسوها بحسابك بتويتر. ابغى في اللحظة اللي انزل فيها المقطع تسوي الجيفاوي هذا، بحط رابط تغريدة حقتك يروحون المتابعين يسوون ريتويت ويدخلون السحب. فيصل تقول هي طلب تنفذه بس عايز مرة ثانية عشان بس احس الفلوس. بلاي ستيشن 5 انا كلب يا يقولون ليه. لا 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 معلش 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 ما خلصت والله يا فيصل تحطها. وابغى ثلاث عطور من اس اكس بي جيفاوي تسوي عليها. والله اني اهبل وكلب. لا محشو. لو ماخذ لو ماخذ المقلب ومثل اني اعرف انه سيف سنايبر. خلص السيجارة تنفعك، خلص السيجارة الان تنفعك، الان تنفعك السيجارة. اوكي بشرط. وشو بعد؟ وشلون تشرط؟ انا فد لك هالطلب حقك. طيب وبالمليمتر وبدال ثلاث عطور باخذ اربع، واحد لي وثلاثه جيف اواي. تم. بس تفتح كراج انا اختاره. لا فيصل لا لا تبي تعاقبني انت، تبي تعاقبني فيصل ما يجوز والله. انت الان تبي تعاقبني عشان يفزت بحاجه حلوه، لو سمحت فيصل خلاص هذا حظي. عشان ما اطلع مغبون يعني. لا معليش فيصل هذا حظي، وثاني شيء انت ما انت مغبون، هذه المتابعين مهلونها لي انغبن، انا ابغاها المتابعين فيصل. يعني هي للمتابعين بتويتر؟ ايوه وحطتها بحسابك. الله يشغل بيك. وتنزل لي تغريده انت بحسابك؟ لا بحسابك انت، انا احطها باليوتيوب. الله يسوي دعايه تم. ايوه انا قلت لك ما قصرت معاك، انا ما قصرت معاك. انا ليش بتضايق؟ بالعكس هذا دعايه غير. ايه انت الان عندك تغريده مسوق لها بدون ما تحط ريال، بحطها في اول ما ينزل مقطع تغريده. تعال يا جماعه الان تحت تنزل. تكفى حط رابط قناتي تعال. لا لا تفل امه عاد. قناتك ما في مشكله، ما في مشكله. إذا والله تم. هنا هنا يا جماعه الخير وصل لنهايه المقطع، رابط تغريده تحت عليك بالقبوي، ولا تنسوا تطلبون من كودو، حطيت لكم الرابط تحت. شكرا. يا دقيقة دقيقة دقيقة، أنت قاعد تسوي بث الدعاية الكود وبث فيه. رابط كود تحت بنزلين الوجبة الآن. يلا الله يا جماعة مع السلامة. أستمسك بيها شباب تعالوا قناتي تبي أقولكم السالفة. رابط تطبيق كودو تحت حاطه لكم بالوصف، اذا دخلت على التطبيق او حملته بتحصل عندهم بقائمه الوجبات الوجبه الجديده اللي كودو ستريبس بوك. حملوه واطلبوه وجربوا تسحروا اخر ليله منه. واذا وصلت الى هذه الثانيه حاب اشكرك والله يسعدك، شكرا لكم شكرا لدعمكم، وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه. نشوفكم باذن الله تعالى بعد العيد، ولا اذكر رابط تحت حق كودو. عليكم بالعافيه يا امان الكريم.